سمعت أن مجاهدة النفس من أعظم الجهاد. كيف يكون ذلك؟ ليس هذا بصحيح. ليس هذا بصحيح. أظن الجهاد الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم مجاهدة النفس مطلوبة. لكن ليست هي أعظم الجهاد. لأن أعظم الجهاد الجهاد في سبيل الله. جهاد الكفار والمنافقين. لكن جهاد النفس لا شك أنه من أنواع الجهاد. ومن لم يجاهد نفسه لا يستطيع جهاد عدوه. نعم. جزاكم الله خيرا.